عم بن عمنا العرجي الاسم الكامل سيدي سيد عبد الرحمن العرجي الحسيني طال عمرك ونعم الله ويسلم عليك سيد حسن الرفاعي بالعراق الله يسلمك انعم فيه هلا فيك الساعة مباركة اي والله سيدي العرجي الوالد الله يرحمه السيد يوسف السيد هاشم السيد احمد الرفاعي الوزير النائب شيخ الطريقة الرفاعية الصوفية سمعت انت التقيت وياه بالانساب اي نعم وين اول التقاء كان بيني وبينه كان في مكتبة الباطين فسالني كان الاسم هني بالمال المكتب مكتب عبد الرحمن الحسيني قال انت اكيد قريبي أكيد تعرفني صح. قال من أي حسين قلت له أنا عرجي قال من لا عرجية قلت له من آل عزي قال من آل عزي قال قتيبة العزي شو يصير قلت له مفتي دير الزور قلت له قلت هذا من عيال عمي عرفت شلون قال أنا عم وكل ما أنا جاي لهم وشايف شو اسمه وهذا بالطريقة النقشبندية قلت له صحيح قلت لهم عيال عمنا بس هم طلعوا قبل 300 400 سنة بسبب مشكلة مع العثمانيين وراحوا تركوا العراق وراحوا إلى صح. إلى سوريا فقال لي لا أنت لازم تواصل معي قلت له إن شاء الله وهو أخذ أذكرة تليفوني وسجل رقمه موجود رغم الى الان موجود عندي الله يغفر له ان شاء الله بعد تواصلت وياه الله يطول الله يرحمه ويغفر له ان شاء الله امين زين ويطول في حسناته الى يوم الدين امين فقال لي تكلمت وياه قلت له انا عندي مشروع اسوي كتاب عن اشراف الكويت وهذا وطبعا انت يعني بالنسبه لنا علم بالرفاعيه ما حد يسوي في المدينه شمالك كمان فاعطاني امانه نبدا تكلم يعني بالتليفون وقال لي لازم تجينا قال لي تجينا اعتقد الشاميه قال او ما اتذكر منصوريه منصوريه والشاميه اتذكر فقال لي التواصل قال التقيت فيه بعدين مره ثانيه هم اعتقد كان عند واحد من عيال الدبوس انزين فهد اعتقد فهد محمد نايف دبوس يده نايف دبوس كان عظمه سمه الوالد ولد عمتي اقبال السيد هاشم الرفاعي نعم فتواصلنا وياه بالجابرية يمكن اي نعم صحيح انزين اللي ومؤرخ مستشفى الهادي اي صح انزين عرفت شلون نعم. فصار التواصل وياه وتكلم معانا عن موضوع الانساب وبعدين صارت لقاءات يعني اكثر من مره في دواوين اخرى ودعاني اني انا اقعد وياه بس عقب ما يرجع من المانيا سبحان الله وراح المانيا وش صار اللي صار زين يعني سيد هم الاشراف اللي بال يعني حصيرتم انت بدوله الكويت ولا بالخليج ولا بالعالم؟ انا سويت الكتاب فيما يخص اشراف الكويت يعني طبعا من هم تحصيتهم؟ طبعا هو انا سميتهم من اشراف الكويت بالنسبه حق ما يخص خلينا نقول احنا نتكلم عن اللي يابولي وثائقهم وقصصهم يعني يابولي وثائقهم وهذا ذكرت يعني تقريبا 22 23 عائله زين في عوائل انا ما ذكرتها مو لهدف معين لاني انا ما ابي ادخل في خلافات خاصه اللي هي اللي ذكرتها سيد انا والله شوف انا ذكرت يعني كتابي فيه ذكرت فيه بني حسين اللي هم بني حسين الاشراف اللي معظفين ذكرت الموسويه طبعا انتم جمله الموسويه صح. طبعا زين عند ذكرت اشراف اخرين يعني من ساده في فروع اخرى رضويه وذكرت ايضا حسنيين وما الى ذلك يعني تقريبا 23 اسره الكتاب موجود زين هم الضفير سويط نفسهم اللي منهم النائب لا انا ذكرت بني حسين اللي هم بني حسين منهم مثلا العضو السابق الدكتور مشاري الحسيني منهم اسر وايده معروفين باسم الحسين بالنسبه عقل سويط يعني موضوع اخر نحب بعدين ان شاء الله زين واتذكر انا الوالد لانه مسوي شجره نسب الرفاعيه وكان ينسب يختم نعم. كان حتى السيد جاسم السيد معتوق الرفاعي لشيخ رفاعي بالبصره كان هم يراجع الوالد الله يرحمه طبعا مدفون هني مع الوالد مقبره السبخات كان في الرفاعيه حسينيه والوالد يدته نور السيد احمد طبطوائي حسنيه طبعا طبطوائي وفي وفي في الحنيان حنيان نعم وفي زواوي ذكرتهم زواوي وفي بوشقه ابو شقه ساده موسويه قوالب صحيح وفي الموسويه نفسهم نعم. وفي العقيل هاشم السيد احمد العقيل كان نعم. مدرس عمنا ويار الوالد محمد كلهم اشراف طيبين وان شاء الله احنا عندنا وعندنا بعد من ضمنهم الحسيني اللي كان كذا واحد يعزمون الوالد بالجهره الحسيني اي مع هذا الحسين اللي نتكلم عن حسين وفي الهاشمي اللي بالصابخات يوسف وغيره واللي بالرقه صالح صحيح. صحيح. وفي القتاليه مو قتاليه سيد عيسى وغيره اي نعم صحيح وفي اللهم سيد محمد الراويه من ضمنهم نعم. ابو شهاب الراوي نعم. اي والله الكينج وعبد الرزاق و... نعم. وخاشع وشاكر وذاكر وسيف وعبد الصمد الراوي ومن وفي من الساده الله من سيدنا محمد الساده اللي بقطر كان منهم واحد علي الساده سادات ذي الانجليز بسوا اللي بش اسمه كانوا في منطقه شو اسمه زباره وكان في لهم منطقه بقطر وواحد خالد رفاعي هم يراجع اخوي القاضي محمد سيد يوسف رفاعي منهم ما شاء الله وفي بالاشراف في الكماليه منهم بعد عبد الرزاق الكمالي ابوه كان عبد القادر الكمالي هم الساده كانوا يراجعون الوالد ما شاء الله ما ادري هذا الكمالي اللي منهم أيوة. كان اعتقد رجل ملاكه او شيء كذي ايوه نعم صحيح وفي بيوت في بعضهم كاتبين السيد احمد في من الساده عشان ما نبخسهم
والله ما شاء الله بيوتات كثيره يعني ما انعم واكرم فيها يعني صح. ان شاء الله سبحانه وتعالى يبارك فيك وان اكرمكم عند الله اتقاكم ان شاء الله اتقاكم ان شاء الله يعني عندنا كلكم لادم وادم من ترى ان شاء الله احنا عندنا الطبعه الثانيه ان شاء الله من اشراف الكويت ان شاء الله نذكر فيها نبذه عن الوالد الله يرحمه وانا اعطيتك الحين المؤلفات هذه من ضمنهم بعد كتب الوالد وسبح وهذا الشاعر ندى ومال الشاهين بعد البرده والانجليزي بالاسلام ما شاء الله وانت اسمك الكامل سيد انا اسمي عبد الرحمن نبيل محمد محمود تبي اكملك بعد باجي عبد القادر محمود سليمان احمد حبار عواد مشعل عبيد سراج الدين بن محمد السرحان بن عثمان بن محمد البيطار بن باقر بن باقر بن علي الازغب بن علي الازغب بن نصير الدين عباس الحوى بن شاب الدين احمد بن شمس الدين علي بن عمار ابن مفضل ابن حسن بن جعفر بن مفضل ابن ابو القاسم حمزه بن الحسن العزي ابن علي غتيل الرصوص ابن عبيد الله الثالث ابن علي الحسن المحدث ابن عبيد الله الثاني ابن علي الخير الصالح ابن عبيد الله الاعرج ابن الحسين الاصغر ابن الامام السجاد علي زين العابدين ابن الحسين ابن ابي طالب ابن علي ابن ابي طالب اي والله ابو شاب الراوي انت نسابه آل الاعرج في الاعرج وفي الاعرجي ولا الاعرجي انتم في التكية اللي قاعد فيها الله يرحمه جمال ومحمد الراوي وين عندكم تكية السلطان عفوا عفوا بشارع الرشيد تكية السلطان علي في الراويين لهم تكية في لهم تكية في بغداد وفي تكية في واحد عضو متسمى بالعراق الاعرجي بعد في وزير بعد في وزير لا نعم انتم يعني حسينيين طبعا حسينيين والحكيم حسنية. الحكيم حسنيه بعد نفس الطبطبائيه حسنيه طبطبائيه نفس يد التنور نعم حسنيه الشيخ السيد يوسف رفاعي والجميع وشاب استعد نشاطك والى الامام يعني ما عندي وقفت حتى ما تقرون كان السيد كل شيء يسوي رحمه الله الله يسهل ان شاء الله.